السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج أزمة أخلاق. واسمحوا لي وفي بداية حلقتي أن أرحب بضيوفي الموجودين معايا في الاستوديو، وكالعادة برحب بفضيلة الداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. أهلا بيك يا شيخ أيمن، صباح الخير. أهلا بيك يا الزبرين، وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا الزبرين. كما أرحب أيضا بالسيدة الفاضلة نهاد إبراهيم تهامي، رئيسة الجمعية المصرية لرعاية الأمومة والطفولة والمساعدات. أهلا بيك يا أستاذة نهاد. أهلا بيك يا أستاذ إبراهيم، مشاهدينا الكرام. صباح الخير عليكم جميعا مشاهدينا في كل مكان. وفي بداية حلقتي اسمحوا لي أن أقدم واجب عزاء للإعلامي الزميل مرسي أنديل في وفاة والدته تغمدها الله برحمته، وللأسرة الصبر والسلوان. كما تتقدم أسرة برنامج أزمة أخلاق بالتهنئة القلبية للسيدة الفاضلة سيدة الأعمال الدكتورة سهير فاضل لافتتاح شركتها الاتحادية جروب للاستثمار العقاري وإدارة المشروعات. إن شاء الله يكون صرح كبير وصرح عظيم، ونيجي نبارك لك كده يا دكتورة. مشاهدينا في كل مكان، حلقتنا النهاردة بعنوان هل شكرت الله؟ إحنا عارفين قد إيه الناس المبتلية من الأسحار أو من المرض ومن الحسد، وقلنا بس نبعد شوية عن موضوع الحسد والسحر اللي إحنا اتكلمنا فيه كتير. وعايزين بس نقول لمشاهدينا يعني كل مبتلي فيه المبتلي أكتر منه، فأنت المفروض يعني كمبتلي من السحر أو من المرض أو من الحسد تشكر ربنا بطريقة أو بأخرى، وتحمد ربنا على كل هذه الابتلاءات. الابتلاء ده ميزة وليس عيب وليست مصيبة، الابتلاءات دي نعم من ربنا. وكان أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء صلوات ربي عليهم وتسليم. خلينا نبدأ على طول مع الشيخ أيمن، وهل شكرت الله؟ وعايزين يا شيخ أيمن نعرف معنى الشكر في الدين الإسلامي، وكيف نشكر ربنا سبحانه وتعالى. وبرضو عايزين نقول للناس المبتلية، أنت طبعا معنا يا شيخ أيمن في موضوع السحر، يعني أي حد مسحور هيلجأ لحضرتك عن طريق رقم التليفون يتصل بحضرتك إن شاء الله بإذن الله. إحنا قايمين بالحملة دي إن شاء الله، ربنا يجعلها في ميزان حسناتك يا رب العالمين. بس عايزين نوضح دلوقتي إزاي الإنسان المبتلي ده بالذات يشكر ربنا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأخص بالذكر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله على من دلنا على الخير، وصلى الله على من علمنا الحب وعلمنا الشكر. هل شكرت الله؟ يا لو كل الدنيا تشكر وتحمد ربنا على ما آتاهم من الابتلاء، لأن الابتلاء نعمة، نعمة للعبد الصالح، ولكن نقمة للعبد الفاسد أو العبد الفاسق. نسأل الله أن يجعلنا جميعا وكل المشاهدين من أهل الصلاح والفلاح والتقوى. آمين يا رب. طيب عايزين نعرف الشكر. الشكر هو الاعتراف بأن المنعم هو الله. الاعتراف بأن المنعم هو الله. مين اللي مدك بالصحة؟ ربنا سبحانه وتعالى. مين اللي مدك بالعافية؟ الله سبحانه وتعالى. مين اللي مدك بالمال؟ الله سبحانه وتعالى. مين اللي مدك اللي انت تكون في بكسوتك؟ الله. مين اللي بيحرك لك كل الأجهزة؟ مين اللي سخر لك الشمس والقمر والنجوم والدواب؟ مين اللي سخر لنا الحياة؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة نعمه ظاهرة وباطنة. تخيل، في نعم ظاهرة وفي نعم باطنة. الظاهرة اللي احنا كلنا عارفينها، سخر لنا كل شيء، سخر لنا كل الحياة تكون في خدمة الإنسان. سخر لك أشياء أنت عارف بيها، وفي أشياء أنت بتعرفهاش. من ضمن الأشياء أنت بتعرفهاش الابتلاءات. ممكن أنت في الظاهر تظن أن الابتلاء ده شر، ولكن الابتلاء خير. كتير يا شيخ أيمن يعني بيقولك بتعالجهم من السحر والمس من الجان، تقدر تقنعه إزاي إن الابتلاء اللي عنده دوت نعمة وليست نقمة؟
طبعا ده اول شيء لازم اديله ابص في روح العقيده. اقول له خلي بالك انت ربنا بيحبك. يقول لي ازاي يا شيخ؟ اقول له طبعا اذا احب الله عبدا ابتلاه. فالابتلاء ده نعمه للمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لامر المسلم فان لا فان امره له كله خير، ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فلازما اعرف واتاكد ان الله تبارك وتعالى كريم رحيم جميل. والله بيبتليك عشان يمحصك، بيبتليك عشان يخفف عنك ذنوبك، بيبتليك عشان يرفعك لاعلى الدرجات، بيبتليك لان فضل الصبر انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. الصبر ده يوم القيامه هيعمل ايه؟ هيدخل الجنه بدون حساب ولا عذاب. فانت اوعى تزعل، اوعى تسخط، اوعى تعترض على حكم وقضاء الله. مش الايمان ده مش انت عشان تحقق الايمان، في الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وايه تاني؟ والقدر خيره. النبي وتوقف كده، لا خيره وشره. فالقدر في خير وفي شر. يبقى انا ما اجيش في الخير اقول الحمد لله وفي الشر اسخط واعترض على حكم وقضاء الله. يبقى انا لازما اعترف بان المنعم هو الله في كل حالاتي، في حزني، في ألمي، في كربي، في همي، في وجعي، في كل شيء لازما اقول يا رب فرج عني يا رب ما انا فيه. اصل في بعض الحالات كده يا شيخ ايمن بيفتكر ان مشكلته دي اكبر مشكله في الكون وملهاش حل، وبعدين يسقط على قضاء ربنا. انت بتعالج الحالات ازاي دي بقى يا شيخ ايمن؟ ازاي بتدخل عندهم القناعه ان يكون عنده يقين ان الشافي هو الله؟ لاني بقاله فتره من الـ من الـ من الـ من الزمن ونحن نعذره يعني، بقاله فتره من الزمن مبتلي بالسحر والمرض، والسحرة كتير موجودين في مجتمعنا يا شيخ ايمن. بتقنعه ازاي ويمشي ازاي على منهج القران وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مبتلي بيتالم واحساسه بالوجع ده احساس مؤلم؟ ربنا يعافينا جميعا يا رب. والله اول شيء طبعا المريض ده دايما دايما كده يا جماعه، عشان احنا عندنا اخطاء مصيبه واخطاء طمه في 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 دين في في بعض الناس، يروح يزور مريض هتلاقيك عملت ذنب مش عارف ايه، ده ذنب فلان، ده ذنب مش عارف ايه. مين اللي قال لك كده يا اخي؟ ده بيقلب عليه المواد يا اخي. انت رايح طلعه من الجو اللي هو فيه، افتح له باب امل، قول له ده انت ربنا بيحبك، انت في حواستك دلوقتي 70,000 ملك عمالين بيدعوا لك ويستغفروا لك. افتح له باب جميل، قول له ابشر، قول له ابشر انت ربنا بيحبك، لان اذا احب الله عبدا ابتلاه. فعايزين نعرف اول حاجه بنبث الروح الامل في المريض. اول ما يجي لي اروح مبتسم اقول له انت ربنا بيحبك. يقول لي ليه بعد الكرب ده كله؟ ممكن الحاله تبقى بقى لها 9 سنين و10 سنين و15 سنه معاه سحر وتعبان والم، بس اقول له والله ربنا بيحبك. كل ما المده بتطول كل ما يكون مكانتك اعلى. انت هتدخل الجنه بفضل الله ان شاء الله لو احتسبت واوعى تسخط على حكم وقضاء الله، هتدخل الجنه بفضل الله. انا اضمن لك بفضل الله لو انت صبرت هتدخل الجنه، لان الله تبارك وتعالى يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يعني بيدخلهم الجنه بدون حساب عشان ايه؟ صبروا فين؟ في الدنيا. في الدنيا، والدنيا دار نقص. الدنيا وليست دار كمال يعني خالص. ولقد خلقنا الانسان في كبد، يعني كبد تعب، مشق، عناء، ابتلاءات، امراض، اوجاع، هموم، اسقام، غموم. اوعى تفتكر ان انت هتبقى في الدنيا دي، اوعى تظن اساسا ان في حد عنده السعاده الكامله. السعاده الكامله في الجنه. السعاده الحقيقيه في الجنه، الكمال الكامل في الجنه، لكن الدنيا دار نقص. والله اللي عنده سحر، اللي مبتلى باي الم باي وجع، والله في اشد منك. وخلي بالك ربنا كريم قوي. طبعا والله ما بيديك مرض او ابتلاء الا وانت كنت تستحمله. انا بستاذن بس الشباب في الكنترول ينزلوا ارقام الشيخ ايمن المصري على الشاشه قدام الساده المشاهدين. ويا جماعه اي حد مبتلى عنده سحر، عنده مس من الجان، عنده حسد، يقدر يتواصل عن طريق التليفون بالدعاء الاسلامي الشيخ ايمن المصري، وهو على اتم الاستعداد لاستقبال جميع الحالات.
انا بشكركم جدا يا شباب. يا شيخ ايمن، فاحنا يا جماعه انت مبتلى، في مبتلى اشد منك والله. والله يا جماعه كل واحد، النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا اذا نظرت فانظر الى هو من اقل منك، ولا تنظر الى من هو اعلى منك. بص اللي مريض عنك، بص اللي مبتلى وفي كرب وفي شدة عنك. لكن انت لو بصيت لواحد مثلا معاه او انت هتتعب. فانت انظر للي اقل منك، اللي موجوع اكثر منك، اللي مبتلى اكثر منك، عشان انت تهدى. خلي بالك ربنا بيحبك والله. ربنا سبحانه وتعالى ما بيبتليش واحد الا على قدر استطاعته. فانت على قدر استطاعتك وايمانك ربنا سبحانه وتعالى بيبتليك. فاسال الله، اسال الله ان يرفع الهم والغم والالم والوجع عن كل مبتلى. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. استاذ نهاد، وحضرتك رئيسة الجمعية المصرية لرعاية الأمومة والطفولة، وقد ايه انا عارف ان الشغل الشاغل لهذه الجمعية هو التركيز على الأطفال المرضى. انتوا عملتوا عمليات كتير، انا فاهم واطلعت على فيديوهات عندكم ان انتوا عملتوا عمليات كتير لأطفال. فمن هنا من برنامج أزمة أخلاق، من حي الإعلامي الزميل مرسي أنديل، ومن حي حضرتك رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية المحترمة، تقدر توصفي لي إحساسك كده لما بتقدروا تجمعوا المبلغ المطلوب لعمل عملية طفل محتاج وبيعملها وبيعيش قدامك كده، وحضرتك بتتابعيه بعد ما بيعمل العملية، ولا خلاص كده دورك انتهى بمجرد ما يعمل العملية؟ لا احنا بنتابع بعد العملية. ما اقدرش اوصف حياتك قد ايه شعورنا بيبقى سعادة جدا ان احنا قدرنا ان احنا ننقذ حياته، وبنشوف فرحة اهله وبان هو خلاص رجع للدنيا تاني وهيقدر ان هو يكمل حياته. بتبقى سعادة ما اقدرش اوصفها لحضرتك يعني. واحنا بنتابعه بعد العملية طبعا، احنا بنروح العملية وبنحضرها وبنتابع بعد العملية اذا كان محتاج اي حاجة، لان تبقى سعادة الدنيا كلها في ان انت قدرت ان انت تنقذ حياة بني ادم. طفل بقى كبير، مش الطفل طبعا بيبقى اكتر احساس بالسعاده لانه لسه ما عاش الدنيا ولسه ما مرش بيها. فالحمد لله يعني ربنا بيقدرنا وبنبقى بسعاده جدا. هو من خلال مقابلتي مع حضرتك ومع الاستاذ مرسي قنديل حسيت قد ايه ان انتوا بتتعاطفوا مع الاطفال بالذات. يعني الطفل طبعا ما هوش عارف ايه اللي بيوجعه وما يقدرش يعبر عن المه ووجعه، لكن الكبير هو عارف ان دي حته دي بتوجعه هيقدر يتصرف. يعني بالذات بقى لما يجتمع المرض مع الفقر، حاجة بشعة جدا وحاجة مؤلمة وحاجة يعني أنا عايز رسالة للناس تقدر تقف مع الأطفال ديت ويعالجوهم ويدووهم. هي المستشفى اللي حضرتك بتتعاملوا معاها مستشفى الأمل التخصصي في أرض اللواء في مهندسين. مستشفى الأمل التخصصي بالمهندسين. بتتابعوا بقى الحاله من اول ما بتدخل تعمل العمليه، من اول ما فحوصات، من اول ما بتجيلها، من اول ما بتجيلنا بنكلم الدكتور ونبعتها له، وهو بقى اللي بيكمل الاشعه وبيقرر ان هي محتاجه اشعه، محتاجه تحاليل، بيعمل رسم القلب، كل حاجه. يعني حضراتكم القائمين على الاشعات والتحاليل. يعني يجي لكم والد الطفل المريض، انتوا اللي بتقوموا بقى بتحاليله واشعاته وكشفه وعلاجه وعمل العملية وتتابعوه بالعلاج بعد كل حاجة. من أول ما بيخش باب المكتب عندنا بنتولى احنا كل ده. قائم على التبرعات يا أستاذ نهاد. حال التبرعات معاكم ايه النهاردة؟ يعني والله يعني هي موارد قليلة جدا في ان احنا نقدر نساعد ناس اكتر من كده، وبنتمنى ان احنا يبقى في فلوس موجودة كتير عشان نقدر نساعد، لان بيجي لنا حالات بنعجز قدامها. في حالات بتيجي ساعات ما بنقدرش ان احنا نتابع معاها من قلة الموارد. تمام. هنسأل الشيخ ايمن في الحتة دي، يعني واحنا بنتكلم النهاردة عن هل شكرت الله والمال نعمة اللي انعم بها ربنا سبحانه وتعالى على اصحاب الاموال. يعني فيا شيخ ايمن، كيف نحقق الشكر لله حقا؟ وهل في فرق فعلا ما بين الشكر والحمد؟ ونقول ايه بقى لاصحاب الاموال يشكروا ربنا في مالهم ازاي؟ طبعا في فرق بين الشكر والحمد. الشكر بالجوارح. الشكر بالجوارح. الحمد باللسان. وده اللي هنعرفه. في ثلاث اركان عشان نحقق الشكر. اول ركن اللي هو بالقلب.
ازاي احقق الشكر بالقلب؟ ان اعترف بان المنعم وان الذي يعطي العباده هو الله. هل بدا عندي يقين ان اللي بينعم علي مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. كل ملكه روحي بجوارحي بانفاسي هو اللي مد واعطاني لي الحياه. يبقى اعترف بان المنعم هو الله، ده القلب. بعد كده الشكر، ده شكر القلب. في شكر الجوارح. اعمل ايه بالجوارح؟ ان انا استخدم الجوارح دي في طاعه ربنا. صلاه، زكاه، صدقه، صيام، قران، امشي دايما للاماكن اللي فيها بصلح بين الناس، امشي للمساجد، استخدم كل جوارحي بشكر الله. وطبعا صلى الله علمنا هذا عندما كان يقوم الليل، حتى يعني سبحان الملك كانت تتورم قدماه ستنا عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله هون عليك، لقد غفر الله لا ما تقدم لك من ذنبك وما تأخر. فالنبي بيقول لها ايه؟ افلا اكون عبدا شكورا؟ فانت كل يوم كده ركعتين في جوف الليل قيام الليل اشتغل مع ربنا بجوارحي. والشكر باللسان، ان اجعل هذا اللسان دائما في شكر وتسبيح بحمد الرحمن. واما بنعمه ربك فحدث. واحد يقابلك عامل يا فلان والله الحمد لله، ولادك عاملين ايه الحمد لله، مهما يكون بقى عنده مشاكل واوجاع والم اوجاع الدنيا ومشاكل حياتيه، يعني هو ده اللي احنا عايزينه. بدل ما قابلك يا عم اسكت دي الحياه ايوه كتير قوي، والاولاد كتير قوي بقى يا شيخ ايمن الكلمات دي تربط. لا اول لما واحد يسالك عامل ايه الحمد لله، احنا في نعم، ولادك الحمد لله، طب ظروفك الماديه الحمد لله. انت عارف احنا وصلنا بقى في الحته دي بقى يا شيخ ايمن، اسمح لي بقى في الحته دي، يعني لما يجي حد يقول له انت عامل ايه يخاف يقول له الحمد لله علشان ما يحسدوش. لا 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 تخيل دي بقى، ما احنا يعني شفت احنا وصلنا لغايه فين. يعني دايما يجي بس عامل ايه، لازم يقول له بقى انا في ضنك، انا في وجع، الدنيا واقفه، ما فيش شغل، ايه مش عارفه ايه، ده الواد تعبان، ده البنت مش عارفه ايه، ويخاف يقول له بقى من البدايه كده الحمد لله، يخاف التاني يحسد. في حديث جميل قوي، الله تبارك وتعالى، حديث قدسي، انا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، ان ظن خيرا فخير، وان ظن شرا فشر. الظن في ربنا الخير، هتلاقي حياتك جميله حتى لو كان عندك ابتلاءات الدنيا، لانه كده كده المؤمن هو عارف حقيقة الدنيا، هو عارف انه هو في اختبار. وعارف احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ازاي انا مؤمن ومش عايز اختبر ربنا يختبرني؟ امال هيعرف درجة ايماني ازاي؟ فلازم يبقى في اختبارات. فالمؤمن عارف حقيقة الدنيا، عارف ان دي دار ابتلاء، دار تمغيز، دار نقص، فدايما عارف مهما يحصل له الحمد لله الحمد لله يا رب. وتخيل اللي عايز يكسب ويفوز بالجنة دايما يخلي كلمة الحمد على لسانه. شوف حديث جميل قوي، الله تبارك وتعالى إذا قبض روح ولد عبد، أخذ روح كده ابن فلان أو بنته أو، فيقول الله تبارك وتعالى للملائكة أقبضتم ثمرة فؤادي؟ أقبضتم فلذة كبدي؟ فيقولون نعم يا رب. فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون أي الملائكة حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله رب العالمين. تخيل، عارف يعني إيه واحد لسانه وقال الحمد لله في أي مصيبة، أول لما تبتلى بأي كرب قول الحمد لله. عربيتك حصلت فيها حادثة قول الحمد لله، أي واحد من ابنك مثلا حصل له أي شيء قول الحمد لله، حصل عندك حريقة قول الحمد لله، أي هم ينزل عليك لو عودت لسانك على الحمد هتبقى من الشاكرين. صح. شوف بقى ماذا قال عبدي؟ قال حمدك واسترجع، أي قال الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله تبارك وتعالى ماذا قال لملائكته؟ قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. تخيل أنت لو أنت راجل بتحمد ربنا دايما هيبني لك بيت في الجنة اسمه إيه؟ بيت الحمد. يبقى أنت دايما في أي كرب في أي هم في أي ألم اوعى اوعى لسانك اتوقف عن قول الحمد لله. الله يفتح عليك يا شيخ ايمن، الله يفتح عليك، لازم الله يفتح، احسنت يا شيخ ايمن، احسنت. الله عليك.
استاذه نهاد، لما بتجي لكم حاله بقى وما بتقدروش تجمعوا لها فلوس او وبتمشوها كده، يعني تقدر توصفي لي بقى احساس الناس اللي في الجمعيه بيبقوا عاملين ازاي، واحساسك انت شخصيا وانت ام يعني؟ وانا بكلمك هنا مش على اساس خالص ان انت رئيس مجلس اداره الجمعيه او كده، انا بكلمك كأم يعني، بتحس بايه لما ما بتقدريش تجمعي لطفل تمن العمليه؟ بتتصرفي معاه ازاي وبتقولي لاهله ايه يعني؟ والله هو احساس صعب جدا ان الواحد يحس الاحساس دوت، لان انا اول ما الطفل بيخش الجمعيه عندي بعتبره فعلا زي ابني. فكون انت شايف ابنك تعبان ومش قادر تعمل له حاجه ومتكتف بيبقى احساس صعب. فبيبقى يعني ببقى نفسي اتصرف له في اي مساعدات ان انا اقدر اوفر له التكاليف العمليه عشان اقدر اعملها له. فكون ان انا الطفل يخرج من عندي ما اقدرش ان انا اساعده بيبقى احساس وحش جدا. طبعا طبعا. يعني انا عايز بس يعني كل مشاهدينا يعني ان شاء الله باذن الله يتبرعوا للحالات اللي معانا يا جماعه في الجمعيه. اطفال كتير عايزين يعملوا عمليات قلب مفتوح يعني، وزي ما قلنا كده ان المال نعمه وهبها الله لعباده يعني. فعايزين بقى يعني الشيخ ايمن المصري، الشيخ ايمن هو صاحب الاموال ده، يشكر ربنا ازاي يعني فعليا؟ خلاص هو بجوارحه والحمد لله وكده، صاحب الاموال ده او صاحب الاموال دي يشكره ازاي بقى فعليا يعني على ارض الواقع مثلا؟ من الذي اعطى لك هذا المال؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي وسع عليه في الرزق؟ الله. فالله تبارك وتعالى هو الذي مدك بالمال ووسع عليك من الخيرات. يبقى ازاي ما بتجعلش في مالك حق لله؟ انت مش عايز تحقق التقوى؟ ايوه، احنا عايزين بقى كيف نحقق الشكر لله دي في المال ده بالذات يعني. طيب، ان المتقين في جنات وعيون. المتقين فين؟ جنات وعيون. ليه يا رب؟ اخذين ما اتاهم ربهم. اي فين؟ في الدنيا. انهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يبقى عايز تحقق التقوى لازم تجعل في مالك حق لمين؟ للسائل والمحروم. في ناس بتزعل قوي. أيوة. لما نرفع سماعة التلفون في حالة كذا ممكن تساهم معنا؟ أنا بشخصيا بعت واحد، يمكن بعت الأستاذة، الناس زعلانة جدا واتصلوا بيا ليه؟ يا أخي ده ربنا قال وأما السائل فلا تنهر. ايوه، حتى لو مش عايز تديني بابتسامه جميله او اي واحد، احنا كلنا بنخدم بعض. انا مش بقول لك هات حاجه ليا، ولا اللي عايز عمليه ده عايز حاجه ليا. انت مش انت بتعمل لنفسك، انت بتعمل لاخرتك، انت بتنفق لمين؟ انفق عليك كما قال الله تبارك وتعالى. من الذي اعطاك هذا المال؟ انت هتذل العباد، هتذل العباد بنعمه ربنا مديها لك. والله هتزول منك، والله لا هتزول منك. قصه جميله عشان اعرفك اللي بيبخل. والله يا شيخ ايمن انت يعني بتهب له الطريق الى الجنه، لما يعني السائل والمحروم ده، لما انا يعني اتصل بالشيخ ايمن، يا شيخ ايمن احنا عندنا حاله كذا وكذا وكذا وكذا، خلي بالك الدال على الخير كفاعله، وانا مش بدلك على حاجه وحشه، انا بدلك على حاجه جميله وحاجه كويسه تدخلك الجنه. والله الديان لا يموت وكما تدين تدان. والله لا هتبخل، والله لا هتذوق الذل قبل موتك. والله بعد ما كان معاك وبخلت على الفقراء واليتامى والمساكين لقيت الذل، لان ربنا سبحانه وتعالى عدل. اعطاك ووسع عليك وانت منعت وحجبت. قصه بقى عشان اذكر اللي معاهم فلوس وعمالين يحوشوا. قصه لرجل كان متزوج بامراه، الراجل ده كان غني وثري وربنا موسع عليه. فقاعدين في يوم قاعدين امامهم دجاجتين فرختين يعني. فقاعدين بيتناولوا كل واحد قدامه دجاجه. فدق الباب، خبط الباب، مين؟ سائل. قال له امي شوفي مين؟ قالت له ده سائل يقول لي اريد الطعام، جعان يعني. فقال لا اقول له ليس عندنا طعام، ما عندناش اكل. تخيل. وبالفعل قالت للمسكين او المحتاج مشي. لفت الايام وبقدره الملك الديان افتقر هذا الرجل، اصبح فقير. ولما الفقر يدخل واحد بعد غنى والعياذ بالله ممكن الكفر يدخل معاه، قريب جدا من الكفر. عمل ايه؟ طلق هذه المراه. حياته خلاص باظت، اتدمرت.
شوف عشان منع اصبح فقير. المرأة دي تزوجت برجل اخر بعد فترة من الزمن، قاعدة مع زوجها الجديد وامامهم دجاجة واحدة. فدق الباب خبط، فقال لها شوفي من الطارق. فبتشوف وجدت سائل. فقال جعان اريد الطعام، انا جعان. فدخلت بتخبر زوجها، قال لها خدي الدجاجة باكملها اعطيها لمين؟ للسائل. تخيل كل الدجاجة اعطاها له. فهي بتعطاها له رجعت بتبكي. بتبكي، ماذا يبكيك؟ قالت ابكي لامر ما. فقال اتبكي من اجل دجاجه انت زعلانه على فرخه يعني؟ قالت والله ما على هذا ابكي، ولكن اتدري من السائل؟ قال من؟ قالت انه زوجي الاول. تخيل، سبحان الله عليك وبيك. شوف لفه الايام. وبقى يمد ايده، الله يفتح عليك. انت لو كنت اعطيت ابدا ما كنتش هتمد ايدك. انا ما نخلي بالنا، انفق، اوعى تخاف، ما نقص مال عبد من صدقه ابدا. معنا اتصال يا شيخ ايمن. معنا الاستاذ عبد المنعم، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا عادل؟ الو ايمن، ممكن بس حضرتك توطي صوت التلفزيون وتسمعنا عن طريق التليفون بعد اذنك؟ حاضر يا باشا، اتفضل يا حاج عبد المنعم. لوك يعني عندنا مشكله بسيطه، ان احنا عندنا بنا ولا واحنا طبعا خدمنا كويس، حتى القرار ولا يخسر القرار ولا تحكي تاني ولا شيء، يعني عايز يعرف ايه الكلام يعني. الاتصال بس مش واضح يا حاج عبد المنعم، يعني لو تقف في مكان فيه شبكه يا ريت كويس يعني. افتح الشبكه. حاضر يا باشا. اتفضل يا حاج عبد المنعم سريعا. بقول لك عندنا بنت خلصت تعليم. تمام. وبعدين احنا جينا عشان جبت البنت البلد ونخرج البلد، وبعدين مش قادرين ناخد القرار عشان ترجع تاني تسالينا، ولا احنا قادرين ناخد القرار ولا هي قادره تاخد القرار. عايز اعرف ايه الكلام يعني. هو واضح بس ان الاتصال مش واضح قوي في الكلام. شكرا يا حاج عبد المنعم. يعني انا عايز بس استاذه نهاد، يعني هل من حق المتبرع للحاله المرضيه الذي يتبرع باسمها، يعني من حقه المتابعه ليها اثناء وقبل وبعد العمليه، يعني يكون معاه مثلا ويطمن عليه ويشوف فلوسه دي راحت فين يعني؟ طبعا من حقه انه من اول ما بنكلمه يوافق ان هو يساهم في الحاله، بنديله الرقم بتاع الحاله وهو بتواصل معاها، وممكن يروح للدكتور كمان وهي بتعمل الأشعة والتحاليل. أنا ما عنديش مشكلة خالص في الموضوع ده، ويتابعها بعد العملية زي ما هو عايز. وفي في بعد العملية مساعدات تانية ممكن الطفل يحتاجها، علاج، استمرار المتابعة، كل دوت هو من حقه يعني يعمله. ممكن الطفل يقعد مثلا سنة يتعالج يعني بعد طبعًا. العملية طبعا. وبيقعد فترة كمان في المستشفى قبل ما يطلع. بتفضلوا بقى انتوا حضراتكم متابعينه بقى يعني؟ طبعا احنا واي حد من المساهمين من المتبرعين اللي هم عايزين يتبرعوا ويساهموا في الحاله. يعني احنا عندنا حالات هنعرضها ان شاء الله النهارده في فقره فرحه محتاج ان شاء الله باذن الله. هتبقى بتقول لنا الطفل ده محتاج ايه والطفل ده محتاج ايه، يعني ان شاء الله باذن الله. وانا على يقين يعني كل مشاهدينا في كل مكان هيتبرعوا لهذه الاطفال وهيجعلوا ان الاطفال دول اولادهم. ان شاء الله. شوف بقى يعني كم واحد محروم من طفل نفسه يدفع ملايين علشان بس ياخد ضافر طفل. النهارده بيبقى فيه اطفال يا جماعه محتاجين عمليات قلب مفتوح، بيموتوا امام اعين اهاليهم يعني، ومش قادرين يعملوا لهم حاجه، وبيلجأوا لمثل هذه الجمعيات يعني. معنا اتصال احمد من اسكندريه. اهلا يا استاذ احمد. يا اهلا بيك يا باشمهندس. اتفضل يا فندم. اتفضل. الله يكرمك. دلوقتي بالنسبه للجمعيات وكلام من ده، اسكندريه ما حدش بيعمل اي حاجه جمعيات الخيريه نهائي. بتقول ايه يا فندم؟ قول تاني. جمعيات الخيريه ما بتخدمش اي حد في اسكندريه. يعني ايه ما بتخدمش اي حد في اسكندريه؟ انا بات رجلي الاثنين. تروح اي جمعيه يقول لك هات لي اوراق كارت تجيبهم، ولا انت هنا ولا حد يسال عليك خالص. احنا هنتكلم مع الاستاذه نهاد في الموضوع ده، وهنشوف مدى مصداقيه الجمعيات الخيريه طبعا، وهل مثلا العيب والتقصير من المتبرعين ام من ادارات الجمعيات. مشاهدينا في كل مكان انتظرونا بعد الفاصل في فقرتنا المحببه جدا، فقره فرحه محتاج
من برنامج أزمة أخلاق. مشاهدينا في كل مكان، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل في فقرتنا المحبوبة أو المحببة لقلوبنا، فقرة فرحة محتاج. ومعانا الأستاذة نهاد إبراهيم تهامي، رئيسة الجمعية المصرية لرعاية الأمومة والطفولة. احنا كنا شايفين اتصال يا أستاذة نهاد بيقولك إن الجمعيات ما عندهاش المصداقية الكاملة، وأنا لا أعلم يعني. هو بيقولك بيروح الجمعية الخيرية في اسكندرية بيقولوا هات ورق كذا وكذا وكذا، وهذا بالحضرتك، وفي الآخر ما بيعملوش حاجة. هل دي من قلة الموارد؟ ممكن ما يكونش في الجمعية مثلا في صندوق الجمعية موجود فلوس، أو في رقم الحساب بتاع الجمعية موجود فلوس؟ وإحنا عايزين بس نوضح لمشاهدينا مدى مصداقية الجمعية بتاعتكم يا أستاذة نهاد. هو موضوع ان هو يجهز ورق دوت، ده اساسي لاي حاله عندنا. اول ما بتيجي لازم ورقها معاها، علاج، مساعده شهريه، عمليه، لازم ورق كله عندها بيبقى موجود. تمام. بالنسبه بقى لعدم المصداقيه ديت، دي حاجه قليله جدا اعتقد ان هي، لان ممكن تكون قله موارد او من كثره الحالات اللي بتيجي. ممكن بيبقى ما يقدروش ان هم يساعدوهم، فده ممكن ما يكونش لازم ان هو تقصير منهم يعني. بيبقى ساعات غصبا عن الجمعيه، ممكن ما يكونش في موارد في الجمعيه او مفيش مثلا سيوله في الجمعيه. تمام. بس انا شايف يعني في جمعيتكم حاجه مميزه جدا يعني. انا شايف ان انتوا قلتوا للناس يعني في عندنا مثلا اطفال محتاجين عمليات طبعا، فانتوا تعالوا تولوا الحاله بنفسكم يعني، وتواصلوا مع المستشفى وادفعوا فلوس في خزنه المستشفى. هل ده صحيح يعني؟ ده صح. حتى في الحالات المساعده العاديه، اذا كان تبرع شهري او علاج، مش لازم عمليات. انا بدعو اي حد عايز ان هو يساهم في الحالات ديت ويتواصل معاهم، يجي يشرفنا في الجمعيه واحنا نديله عناوين الناس اللي محتاجه، ويروح هو بنفسه يساعدهم بالطريقه اللي هي اللي هم عايزينها. لان اهم حاجه عندي مساعده المحتاجين ايا كانت الصوره بقى. فعايز هو يتفضل يشرفنا. وعندنا حالات يعني ما اقولكش الحالات قد ايه، وكل حاله وليها قصه. فيعني انا عندي ان هو يروح يشوف الحاله بنفسه ويساهم، حتى هيحس هو بسعاده جواه. هنعرض الحاجات دي ان شاء الله باذن الله. شيخ ايمن، المتبرعين يعني دايما تلاقي المتبرع كده لما بيجي يحط حاجه لله كده يطلع اقل القليل، وكانه هيتفقر يعني حاجه يعني. بص، يقعدوا على الكافيهات يشربوا المشروب ب 100 جنيه وهو ماشي يسيب 150 ويقول له بقى علشانك، واول ما يقابله فقير في الشارع يدور على اصغر واقل عمله في جيبه ويعطيه، ويفتكر بقى ان هو عمل حاجه يعني حاجه جامده يعني. هو طبعا موضوع احنا مش بنبصين، بس الشهاده دي حاجه، وان انا اتبرع للفقراء واليتامى والمساكين حاجه ثانيه. كده كده يعني اغلبيه الشهادين دولت الله اعلم بحالهم. احنا طبعا بترضي لله، لكن احنا في حالات المهمه. دايما في ايه في القران، الشيطان يعدكم الفقر. دايما الشيطان بيفضل يوسوس لاهل الخير، يا عمي بلاش، ده مثلا ده شكله مش محتاج، ده بيتك اولى، متع نفسك اولى. الشيطان كده دايما الشيطان يعدكم الفقر. يقول لك هتفتقر لو طلعت المال دوت، ما انت اولى بيه، خليك معاك. واخد بالك؟ فبنخلي ان اصحاب الاموال يخلي بالهم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اللي انت بتنفقه ده هو اللي هيبقى لك. كل اللي انت عملت تصرفه على نفسك، اكل، شرب، متعه، لبس، كسوه، فسحات، فسحه، خروجات، كل ده هيزول. هتتسال عنه. الله يفتح عليك. لكن اللي هيبقى لك وهيفضل رصيد ليك في ميزان حسناتك، اللي انت خزنته واشتغلت بيه مع ربنا، ده اللي هيبقى لك. مشاهدينا بعد الفاصل هنعرض لكم ان شاء الله باذن الله الفيديوهات للاطفال الموجودين معانا اللي عايزين يعملوا عمليات ان شاء الله. انتظرونا بعد الفاصل. ليكم من فقره فرحة محتاج. كان معانا الطفل عمر بالفيديو بتاعه. تعرفي يا استاذه نهاد تحكي لي بقى يعني ايه حاله الطفل عمر ومحتاج ايه بالظبط؟ حاله الطفل عمر محتاج عمليه قلب مفتوح عاجله جدا، لان حالته كل مدى بتاخر. ومش عايزه يعني اقول خبر يزعلكم، بس من يومين الدكتور كلمني وقال لي خلاص عمر ما بين الحياه والموت، لازم نلحق ان احنا نعمل العمليه.
فانا مش عارفه اعمل ايه يعني. انا حاولت بكل الطرق ان انا احاول اوفر له تكاليف العمليه، مش عارفه. فيا ريت اي حد شايف الفيديو، اب ام، يعتبر عمر ده ابنه. يعني انتوا ازاي سايبين ابنكم؟ عمر كام سنه يا استاذه نهاد؟ 3 سنين. 3 سنين عنده عمليه قلب مفتوح، هو لا بيمشي لان الاكسجين ما بيوصلش للجسم. محتاج عمليه. هننزل ارقام تليفونات الجمعيه للناس بقى، للمشاهدين يتواصلوا ان شاء الله باذن الله. ورقم الحساب من فضلك، رقم حساب الجمعيه. هو يعاني من حاجه اسمها رباعي فالوت. طبعا لو في اي دكتور قلب هيعرف حاجه زي كده. رباعي فالوت دايما محتاج عمليه جامده، لان عنده صمام ضيق جدا في الصمام، وعنده نقص في الاكسجين، ما بيعرفش يمشي لحد دلوقتي، ما بيعيش حياه طبيعيه. يعني حضرتك قلت ان ممكن الكبير يقدر يعبر، او بيتحمل يعني الالم والوجع، او يقدر يعني على الاقل يعبر. أيوة، يقول صحيح. انا تعبان. لكن الطفل ما بيقدرش، فكل اللي انت شايفه عياط، بيعيط بس. فدي بتبقى اصعب، ان انت تحس بحد بيعيط مش قادر ان هو يقول لك انا تعبان بايه. تكلفه عمليه عمر كام يا استاذ نهاية؟ 75,000. مش مبلغ يعني، انا شايف ان الموضوع يعني بسيط يعني، ما هوش والله مبلغ. انا حتى كمان مش شايفاه كده يعني. ده لو حتى اتبرعت ب 100 جنيه ب 50 جنيه المبلغ هيتجمع. يعني اي اسره تشوف، اي فرد يشوف دوت يعتبر ابنه، او اتبرعت ب 50 جنيه ما تستقلش بالمبلغ دوت. 50 على 50 هيجيب المبلغ بتاعه. لكن ان مفيش حد خالص يا استاذ نهاد تواصل معاكم كده، ناس بقى من اللي قلوبهم رحيمه، الناس بقى اللي بيشتروا الحياه الاخره بالحياه الدنيا يعني، وقال لك انا متبرع بالحاله دي، انا اللي هعالجها وانا اللي هعمل له العمليه للطفل. يا ريت، مش هبقى حزينه كده. مفيش حد خالص. مفيش. مش معقول احنا في مصر يعني. انا مستغربه برضه. يعني مش معقول يعني. انا مستغربه. مصر كلها خير يا جماعه يعني، ما اعتقدش يعني. يا ريت والله، انا بتمنى ان حد يحس بيه. 75,000 جنيه مش كتير ابدا على شعب مصر يعني. طفل هيعيش. ربنا يرحمه ان شاء الله ويقدر الناس. انا بناشد كل اسره او كل اب او كل ام ان هو يشوف الطفل ده. الكاميرا بتاعتك ايه يا استاذه نهاد؟ يعتبره دوت ابنكم. يعني انا اول ما بيخش عندي جمعيه بعتبره ابني. شوفوا قد ايه بيتالم، قد ايه ان هو عيان، مش قادر ان هو يتحرك ولا يلعب زي الاطفال. اعتبره ابنك، اعتبريه ابنك. اللي تقدروا تساعدوا بيه ساعدوا، يا ريت. ارقام التليفونات على الشاشه، وانا انا انا يعني كل امل ومتاكد وعندي يقين ان الشعب المصري ده شعب خير بطبعه يعني، ومش هيهون علينا ابدا. الطفل عمر اللي احنا شفناه في الفيديو، طفل عمر متوقف حياته على عمليه تمنها 75,000 جنيه. المستشفى اللي هتعمل العمليه مستشفى الامل في المهندسين. حد يروح المستشفى دي يا جماعه يتبرع للحاله دي بالمبلغ ده، وانا متاكد ان شاء الله باذن الله ان في حد هيتفاعل معانا وهيتواصل معانا عبر الارقام دي، ياخد الطفل عمر من ايده، يدخل بيه المستشفى يعمل له العمليه. مش كتير ابدا ابدا المبلغ ده ابدا يعني. رساله سريعه للناس دي يا شيخ ايمن، رقائق للقلوب يا مولانا. قبل اي رساله، ان شاء الله انا وانت هبقى اول متبرعين في حاله عمر. ويا سيدي انا موافق والله، ان شاء الله. والله انا موافق. هنبتدي وربنا يعلم ظروفنا يعني عامله ازاي. الحمد لله، اللهم لك الحمد. هنبتدي ان شاء الله ونكون اول المتبرعين ان شاء الله باذن الله. ورساله لكل رجل وسع الله عليه من المال. لو ده ابنك كنت هتعمل ايه؟ بس رد. انا استاذنك، والشيخ ايمن بيتكلم، نزل الفيديو بتاع الطفل ياسين اللي عمل العمليه، اللي الجمعيه ديت عملت له العمليه. نزل لي الفيديو الثاني من فضلك. يا شيخ ايمن اتفضل. والله الرحماء يرحمهم الله. كل واحد يبقى عنده رحمه، رحمه هي رحمه. رحمه من اصحاب الاموال، رحمه بس، رحمه تدخل قلبك. ان ده يعزمه ابنك. كان ده ابنك، ده لو ابنك كنت هتعمل ايه؟ والله انا يعني اثق ان كان ممكن يعمل له العمليه بره. دي حقيقه، دي حقيقه. ابنه. لا يا عم، احنا عايزين نعمل له عمليه هنا في مصر، والعمليه دي تتكلف 75,000. شوف بقى انت لو ده ابنك كنت هتعمل ايه؟ ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. تخيل لما تبث حياه لطفل عمره 3 سنين. تخيل انت بقى. كتير على اهل مصر يا شيخ ايمن، كتير قوي. 75,000 جنيه
ينقذوا بقى حياه طفل. طبعا في ناس كتير بتعمل، معقول يعني احنا وصلنا لل، في ناس بتعمل اعمال كتير ما شاء الله ربنا يبارك فيهم، احنا طبعا من نشد اللي بيشوفنا، لكن في ناس ما تعرفناش لعنه ربنا سبحانه. واحد بيسمعنا دلوقتي من اصحاب الاموال ربنا يكون موسع عليه والله. ده الطفل اهوت ياسين قبل العمليه، يا ريت بقى تجيب لي الطفل ياسين ده مع الدكتور محمود زلط ده بقى. دكتور محمود زلط ده بمستشفى الامل في المهندسين. هات لي بقى بالله عليك ياسين بعد العمليه كده، ربنا يخليك. دي العمليه اللي تمت وتعملت. دي العمليه اللي تمت للطفل ياسين. ياسين كان كام سنه يا استاذه نهاد؟ ياسين كان 3 سنين. 3 سنين برضو. قلب مفتوح. عملت وعلى فكره يعني ده من اسكندريه. من اسكندريه يعني عشان وجاي لكم القاهره وجالنا. طيب عشان بس اللي كان بيتصل علينا من اسكندريه، يعني طفل من اسكندريه اهو لجأ لجمعيه خيريه مقرها القاهره وعملت له العمليه. ده ياسين بعد العمليه، مين اللي جنبه؟ مين اللي جنب ياسين؟ انا حضرتك. يعني انت دخلتي له بعد العمليه مباشره؟ بعد العمليه في العنايه. في العنايه. ربنا يبارك لك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك يا رب العالمين. شوف يا شيخ ايمن الاعمال دي بقى، شوف الفرحه يا شيخ ايمن لكل متبرع تبرع لهذه الحاله بجنيه واحد. شوف الفرحه دخلت في قلوب الناس ازاي يعني. ده الطفل ياسين 3 سنوات عمليه قلب مفتوح اتعملت في مستشفى الامل في المهندسين. انا بقول للي اتبرع حاله ياسين ابشر ابشر بكل الخير. والله ربنا هيكرمك قوي. وكل واحد عايز ربنا يكرمه. هو انت لما تكرم انسان تخيلك ماذا يفعل معك الرحمن؟ هو انت اكرم من الملك؟ لما تكرم طفل وترحم طفل هو انت ارحم من الله؟ والله طبعا. ربنا يرحمك ويكرمك ويبارك لك في اموالك، يبارك لك في اولادك، يبارك لك في زوجتك، وكفايه ان لعل العمل ده يكون سبب دخولك الجنه. ان انت بتدي بتبث حياه في 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 عمر طفل عنده عمره صح 3 سنوات. الله يفتح عليك يا شيخ ايمن. انا بناشد طبعا كل مشاهدينا في كل مكان بالتبرع لهذه الجمعيه المحترمه القائمة دايما على الأعمال الخيرية، وعندهم أسر كتير محتاجين، العوز بقى كتير جدا يا جماعة. الناس اللي محتاجة، الناس الفقراء، الناس المساكين، لازم يكون ليك لازم يكون ليك كده يعني بصمة أو عمل كده يقربك لربنا سبحانه وتعالى. اوعى تفتكر أبدا إن السعادة في تكمين وتخزين وتكبير حجم المال معاك. أنا طبعا في نهاية حلقتي لا يسعني إلا أنا أشكر الداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. كنت معايا يا شيخ أيمن، شرفتني والله. الله يبارك لك، صبر الله حزم. ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا فندم، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. كما أشكر أيضا السيدة الفاضلة رئيسة الجمعية المصرية لرعاية الأمومة والطفولة الأستاذة ناهد إبراهيم تهامي. كنت معايا يا أستاذة نهاد، شرفتيني. شرفتني يا رب، ربنا يخليك. شكرا. ربنا يخليك. أنا عارف إن أنت حضرتك متأثرة، بس أنا أوعدك إن شاء الله من برنامج أزمة أخلاق ان شاء الله باذن في حد النهارده هيتصل بينا ان شاء الله باذن الله علشان خاطر الطفل ده ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله، املي في ربنا كبير ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا في كل مكان، الى هنا تنتهي حلقتنا من هذا الاسبوع من برنامجكم ازمه اخلاق، على امل ان نلقاكم في الاسبوع القادم في 9 صباحا يوم الاحد. نترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.